برج الدلو سنة 2017 طموحات ومكافآت. برج الدلو كن مطمئن، انت من الابراج القوية بسنة 2017. المعلومات اللي عم بعطيها هي من كتابي 2017 كارمن والابراج، يلي بحب المزيد من التفاصيل بقدر يتابعها بالكتاب. هذا العام هو واعد ومجدي، بيعطيك ريوردينج، بيعطيك اللي بدك اياه اكثر من العام الماضي. سوف تستمتع بالحصول على فرص جيدة بشكل غير محدود، ما في ليميتس، ما في حدود للي انت تقدر تاخده من فرص عديدة ومتنوعة. مولود برج الدلو ما في حدود، ما في بواب مسكرة بوجهك هيدي السنة. إذا كان الموضوع العام الماضي 2016 يتمحور حول رحلات واتصالات وانفتاح على هيك مواضيع، فإن عنوان هذا العام يتمحور حول الطموحات والإنجازات. تجد متعة في محاولة إمكانيات جديدة، في خوض تجارب جديدة وعيش كل هالأمور المختلفة المميزة والفريدة من نوعها. لن تنأى بنفسك عن المسؤوليات، رح بتكون شخص أبضاي فعلا. بدلا من ذلك سوف تعتبرها احتمالات للنمو، يعني ما رح تخاف من المسؤوليات، بل رح تعتبرها انه هيدي بتقدم لك فرصة لحتى تكبر وتقوى وتنضج، ان كان مهنيا او عائليا او حتى دراسيا. من ناحية اخرى تكتشف انواع مختلفة من الموارد resources يلي بتدلك على مسارات نافعة أكثر، فيها منفعة لإلك لحتى تقوى. قد تنشغل بالعمل في وقت واحد في اتجاهات مختلفة دون أي تذمر، يعني بدك تكون عم تشتغل على أكثر من صعيد، على أكثر من محور في الوقت نفسه، لكن رح تنجح بهذا الأمر. فما غريب نلاقي مولود برج الدلو عم يشتغل شغلتين، عنده شغلتين أو عم يدرس اثنين ميجرز بالوقت نفسه بسنة 2017. إن تعدد المهام سيكون أمرا سهلا جدا عليك، الأمر الذي يلفت الانتباه لك ويثير إعجاب الآخرين فيك. بغض النظر عن عمرك وجنسك وحالتك الاجتماعية، سوف تحقق صفقة كبيرة. تعتبر سنة 2017 على أنها سنة مؤاتية وسوف تتذكرها بعد عدة سنين، رح تتذكر بعدين وتقول كارمن قالت أنه كانت سنة حلوة إن شاء الله. ومع ذلك هذا لا يعني أنه العام سيكون حديقة ورد ما فيها شيء، بالعكس، فيها دائما في كل الحياة فيها تقلبات. سوف تواجه الصراعات والعقبات في كثير من الأحيان، غير أن مزاجك الجيد والانفتاح الذي تظهره رح بيساعدوك لحتى تتخطى المشاكل والتعامل مع الأحداث المزعجة والتقيلة والصعبة والمعقدة، تتعامل معها بطريقة تقريبا تلقائية، منها لحالة بتطلع منها. أما أسباب مخاوفك الرئيسية فمصدرها هن بضع السنوات السابقة، يعني هيدي السنة وجعت راسك، هي مش من أمور بتظهر هيدي السنة، هي بسبب أحداث حصلت معك في السنين السابقة. ما زالت مواقع كوكب أورانيوس بعد تأثيرات كوكب أورانيوس ومواقع كوكب نبتون وزحل بعد صعبة. أما كوكب المشتري فهو الكوكب يلي رح يحمل لك الحظ، هو يلي رح يفتح لك باب السعادة، هو يلي رح يفتح لك باب الرزق، وفعلا رح يقلب الأمور رأسا على عقب، يعني يلي رح يجيب فرق كتير كبير بحياتك. يمكن القول إن المجالات المثيرة للمشاكل هذا العام قد تكون الدراسة، مجال الدراسي والتفاعل مع الآخرين والعلاقات مع الأخوة وقضايا قريبة منك بالمجتمع من حولك. يمكن الحياة اليومية كان فيها بعض التغييرات على مدى السنوات القليلة الماضية، ويمكن حتى قمت بتغيير في مكان الإقامة، المكتب، المدرسة، أو حتى غيرت المهنة اللي أنت موجود فيها. جميع الأحوال هيدي السنة فيها كتير إيجابيات كتير قوية، أفضل من السنتين اللي مرقوا. تقريبا هي نفس الصعوبات برجع بكرر، لكن السنة في دعم لإلك وفي في مساعدات من الحظ لإلك.
يمكن السنة الماضية عم بشوف إذا بقرأ لكم هاي منحك العام الماضي أكثر من فرصة جيدة لإدخال تغييرات على حياتك، وربما انتقلت إلى مكان آخر أو أطلقت مشروعا جديدا، وربما بدأت بدراسات أو أبحاث جديدة، مما لا شك فيه أن هذا العام 2017 سيشكل استمرارا الخطوط الجديدة تلك من الاكتشافات والدراسات والمغامرات. سوف تستمتع بمحاولة بعض المجالات الجديدة، وسوف تجد الإلهام حتى في الأشياء الصغيرة. تمتع أيها الدلو هذا العام بالقوة، تتمتع بالقوة العقلية والجسدية، لا حدود لما يمكنك القيام به أو تعلمه. في الواقع يساعدك هذا العام على الوصول إلى مراتب عالية جدا طالما أنك تبدي اهتماما حقيقيا وتفانيا لازما. أنت قادر على تحويل الحلم إلى حقيقة. تتحدى الثلاثة أشهر تتحدى الأشهر الثلاثة الأخيرة عزيمتك، فكون منتبه، وكل ما كنت أكثر عزما كل ما قدرت اتقدمت. يعني أنا بشوفها سنة رائعة، أنا بعتبرها سنة كتير مهمة، سنة بعتبرك من أكثر الأبراج حظا. خلوني أبدأ بتأثيرات الكواكب. المشتري جوبيتر يجلب هذا الكوكب الامتيازات والمنافع والحظ السعيد، وكل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء إيجابي أنت بتحلم فيه. هذا العام سيكون في المشتري في برج الميزان حتى 10 كانون حتى 10 تشرين الأول أكتوبر. هيدا البرج بالنسبة لك يمثل السفر، الطموحات، المعرفة، الدراسات العليا، وخلال هذا العبور يجلب المشتري فرصا كبيرة لاكتساب المهارات الجديدة والخبرة والحكمة. بالإضافة إلى ذلك يفتح أمامك أبوابا جديدة وجديدة، وسوف تحب الآفاق الجديدة. يعني مولود برج الدلو اللي أصلا هو بحب كل شيء جديد، هذه السنة مفتوح قدامك باب التغيير وباب الآفاق الجديدة. يعني ما في حدود لل originality يلي رح بيكون عندك إياها. من الممكن أكثر من أي وقت مضى أن تقوم بتغيير البيت أو الهجرة أو توسيع الأفاق، في expansion بالنسبة لك. أما إذا كنت ترغب في نشر كتاب أو أن تزيد من شهرتك فلا شك أنه أفضل وقت لذلك. هذا الشيء ضروري مهم جدا لك. يعني مثل ما شايفين المشتري هو من أبرز الكواكب يلي رح تحمل لك التغييرات على أنواعها. قد ما بقرأ وبشوف والفرص اللي بقدم لك إياها للتنويع، لإغناء الذات، إن كان صفوف يوغا، إن كان صفوف رسم، إن كان سبور، إن كان لغة جديدة، إن كان حتى الهجرة، أو يمكن عندك مشروع كتير كبير بدك تسوقه، انضمام لمنظمات إنسانية أنت بتحب أصلا هالموضوع. كل هالأمور هايدي بالنسبة لك واضحة. مولود برج الدلو مسهلة جدا. كل موالي برج الدلو بتستفيد من الأبواب المفتوحة قدامها، لا سيما في عندي مواليد بتستفيد يمكن أكثر من غيرها، مواليد 2 ل 18 شباط فبراير. ابتداء من 10 تشرين الأول أكتوبر يصل كوكب المشتري لبرج العقرب، وهي الزيارة بتستمر تقريبا حتى نوفمبر 2018 يعني سنة تقريبا. فبالتالي ابتداء من 10 أكتوبر مولود برج الدلو يصعد إلى المزيد من النجومية. يعني نجمك بصير أقوى وأقوى، يعني عندك كل 2017 نجومية وكل 2018 كمان نجومية. بإمكانك تحويل الحلم إلى حقيقة. عندك سنتين مولود برج الدلو ما حدا بيقدر يوصل لإلك. آخر 3 أشهر بإمكانك تغير وظيفتك، الانتقال إلى شركة جديدة، الحصول على ميدالية، التخرج بنجاح وبامتياز، أو حتى الزواج. يمكن القول أن كل الأمور المهمة يلي بتخليك فعلا تكون أنت proud of yourself تتحقق وتكون مفتخر بحالك. كل هالأمور بتخلي كل السنة، سواء كان المشتري ببرج الميزان أو ببرج العقرب، أنا بعتبر كل هالسنة سنة مميزة لك.
رح انتقل لكوكب اورانيوس. هون برجع بذكركم انه انا عم باخذ بعض الاقسام من اللي عم بقرا لكم اياها، عم باخذ البعض منها من كتابي كارمن والابراج 2017. كوكب اورانيوس هو الكوكب يلي بيحكم برجك وموجود ببرج الحمل. برج الحمل بالنسبه لك هو بيت الاخوه، بيت التنقلات، بيت التفاعل مع الاخرين، بيت الكتابه، بيت الدراسه. من سنة 2010 وهالأمور في حالة تقلبات ups and downs، وبقي إلى 2019، يعني بعد عندها كل 17-18-19 ثلاث سنين. يسبب كوكب أورانوس التغييرات المفاجئة في طريقة التواصل مع الآخرين، بعلاقتك مع الأخوة، مع الأهل، مع الدراس، مع المعلمين الأساتذة، بدرسك يمكن توقف درس ما بقى بدك تكمل دراسة، يمكن يسبب لك مشاكل في قيادة السيارة أو بتنقلات في القطار أو بما إلى آخره، يمكن بتغير اختصاصك أو بتنقل من مكان من جامعة إلى أخرى، يمكن حتى المهنة بتتغير، طريقة تفكيرك معتقداتك عم تتغير، عم تشهد تغييرات جذرية باطنية ابتداء من 2010، بعد عندك 3 سنين لحتى تعيش كل هالتغييرات هيدي. مع كل هالشي، كل شيء عم بيصير، حاول مولود برج الدلو انه ما تتأثر بأورانوس، حاول تتعلم معه، عم بيدخلك التغييرات المفاجآت، حاول تتعلم معه، تشوف شو اللي عم بيقدم لك من فرص، يمكن يشيلك من جامعة ينقلك لجامعة، يمكن يخليك فجأة تغير ميجر اختصاص وتنقل إلى آخر، تغير مؤسسة تنقل إلى أخرى. حاول تتعلم معه، حاول إنك تمشي معه، هو محفز لك، اتعامل معه أو مع التغيير، اتعامل مع التغيير بحكمة. وبنصحك كفلكية طبعا بالتأني دائما، تساعدك المواقف المرنة على التماشي مع مجتمعك إذا حاسس أنه ما عم تقدر أنت تثبت بمجتمع معين. من جهة أخرى، بعض أو أحد الأخوة يمكن هو سبب وجع راس، سبب مشاكل، ويمكن يحتاج لمساعدتك، لمشورتك، ولوقوفك إلى جانبه. رح ننتقل هلأ، خليني انتقل لكوكب زحل. خليني نقل لكم هلأ كوكب زحل. كوكب زحل يتواجد في برج القوس حتى 20 كانون الأول ديسمبر. برج القوس بالنسبة لك هو الدوائر الاجتماعية، هذا معناته أنه زحل معقول يكون عم بيسبب لك من سنتين بعض التقطع أو الانقطاع في حياتك أنت الاجتماعية، بتكون بدائرة معينة في سيركل معينة، فجأة بطل أصحاب معهم، بينقطع الاتصال أو التواصل معهم، هذا الشيء يمكن يسبب لك نوع من حزن أو زعل، ويمكن ما تفرق معك بالمرة. هذه تأثيرات كوكب زحل، بتسبب انقطاع في العلاقات، وأيضا نوعا ما أحيانا بالنسبة لك بتخليك هيدي الأمور أنه تحطك بظروف قاهرة أو بتجبرك لحتى تقيم العلاقة مع أحد الأشخاص. مش بالضرورة يكون صديقك أو صديقتك، يمكن يكون شخص بتشتغلوا سوا أو بتلتقوا مع بعض في المجتمع، في الحي، في الضيعة، في البلدة، في المدينة، بحطك زحل وبيعلمك دروس في كيفية احترام كافة العلاقات. هذا كان بالنسبة لزحل. مثل ما شفتوا زحل، إذا عم بتحسوا بتأثيرات أو عم بتحسوا علاقاتكم ما عم تستمر، هو بيكون بسبب كوكب زحل. خلينا نحكي عن كسوف الشمس. هيدي السنة في كسوفين للشمس مثل كل سنة. الكسوف الأول رح بيكون ببرج الحوت، في تحديداً في 26 شباط فبراير. الكسوف الثاني رح بيكون ب 21 آب أغسطس في برج الأسد. هيدي نقطة بالنسبة لك بتهمك. فكيف رح بيكون تأثيرات؟ تأثير الكسوف الأول يعني هو برج الحوت. الكسوف يعني كسوف، يعني مختفي، في شيء مكسوف، في شيء مش ظابط، في شيء اختفى. برج الحوت هو بيت المال بالنسبة لك، هذا معناته أنه احتمال أنه مسألة مالية عندك تكسفك
او هالمساله الماليه هي تنكسف ما تزبط. فكون حذر للوضع المالي وحتى الدراسي. ليش دراسي؟ لانه العلامات والنتائج الدراسيه هي كمان بالنسبه لك هي مثل المال، هي النتائج اللي عم تاخذها وارباح عم تاخذها. ف الاشهر الست الاولى بدك تنتبه من تاثيرات الكسوف، تحديدا في اسبوع قبل اسبوع بعد من 26 شباط فبراير. انتبهوا على طريقه تعاملكم مع المصارف، انتبهوا ما تقلوا على حالكم الديون والقروض. اما بالنسبه لكسوف الشمس الثاني اللي هو كثير مهم بالنسبه لي اذكر لك اياه، هو انه الكسوف الثاني يقع في برج الاسد اللي هو بيت شريكك في الحياه، بيت البوس عندك، الشخص يلي عطاك الكونترا. في ايضا بيت الشريك، شريك الحياه، بيت القانون، القضاء. فهيدي نقطه كثير كثير مهمه. ابتداء من خلينا نقول 15 اب اغسطس بده ينتبه برج الدلو. اهم شيء تنتبه مولود برج الدلو لاي نزاع قانوني، اي مشكلة، خلافات قانونية. ما تحط حالك بمشكل او بخلاف، جرب تلاقي الحلول بطريقة سلمية ومسالمة. بدك تنتبه ايضا لعلاقتك مع شريكك اذا متزوج او انت بعلاقة معه. بدك تنتبه ايضا لاي عقد انت ماضي، سواء كان عقد مع شركة او يمكن مؤسسة او حتى مهنتك انت. هيدي نقطة كمان بدك تنتبه لها في النصف الثاني من السنة. خلونا ننتقل هلأ للفقرة اللي هي عاطفيا وعائليا. انها سنة واعدة على الصعيد او على المستوى الشخصي. لن تسبب الكواكب الكبرى، الكبرى يعني نبتون، بلوتو، زحل، اورانوس اي صعوبات هذا العام. لذلك يمكنك التمتع بالعلاقة التي تعيشها. إذا كنت متزوجا سوف تشعر بالإلهام لتوطيد أواصر العلاقة، رح بتكون العلاقة أقوى. لكن عليك أن تعرف أنه الكسوف وأيضا حركة الخسوف هيدي بدك تلاقيها بالكتاب ما رح أحكي عنها هلأ، بيساعدونك لحتى تتقدم لحتى تقوى. الكسوف هو نقطة علامة استفهام بدك تنتبه لها هيدي السنة، لسيما في النصف الثاني منه. ما تعقد القصص مولود برج الدلو، وما تحاول تفرض رأيك حتى لو شعرت انه انت رأيك الصحيح او انه شريك حياتك مش عم بيوافقك الرأي. وبالرغم من التحديات يمكنك حماية العلاقة ومساعدتها لحتى تصبح أقوى. من المهم جدا البقاء على اتصال مع العائلة، أفراد العائلة. واحتمال أنه كسوف الشمس يبرز الصفات السلبية لديك أو لدى شريك حياتك. إذا كنت عازبا بشجعك هيدا العام على العمل على شخصيتك، بدك تشتغل أكثر على شخصيتك هيدي السنة، ورح تتعامل مع بعض القضايا يلي يمكن بالسابق كانت هي سببت بفشل علاقة ما. يمكن ترجع تعيش هيدي النقطة وتشتغل عليها لحتى تصلحها. ليه؟ لأنه على الأرجح هيدي السنة بتفتح أو بتفسح في المجال لمواليد برج الدلو العازبين أنه يلتقوا بأشخاص مناسبين لألهم. هيدي السنة بتحطك على اتصال مع أشخاص كتير مهمين بيلفتوا لك نظرك، لا سيما في الأشهر التسعة الأولى. هيدي بشكل عام عاطفيا بالنسبة لبرج الدلو. أنا بعتبرها سنة كتير كتير مهمة عاطفيا وعائليا، هي سنة استقرار، ما في ولا أي سبب فلكي لحتى يكون في قطيعة أو يكون في خلاف إذا كانت العلاقة متينة. هلأ إذا العلاقة جديدة في احتمال أنه إذا ما صمدت هيدا معناتها أنه منا جدية وما كان مصيرها أنه تكمل. العلاقة الجدية لن تعاني من أي تراجع هيدي السنة. رح ننتقل لمهنيا. بالنسبة لك مهنيا مولود برج الدلو، هيدي سنة، سنة الشهرة، هيدي سنة النجاح، هيدي سنة الإكسبانشن. إذا أنت حابب توسع أو إذا حابب تغير أو إذا حابب تدخل شيء جديد على اللاين اللي أنت بتشتغل فيه، هيدي سنة فيها فرص كتير كبيرة بتخلي مولود برج الدلو يفكر أنه في التوسع إلى بلد
آخر إلى بلدة أخرى، إلى مدينة أخرى، أو حتى ينطلق بمشروع ترويج كتير كبير وتسويق لأعماله. هيدي السنة مهنيا هي سنة الابتكار، هيدي السنة رح بتكون أنت مبدع، هيدي السنة اللي معقولة أنت تدخل على شغلك على مهنتك أفكار وأسلوب وطريقة جديدة مختلفة ومهمة جدا، فعلا بتسلط عليك الأضواء. هيدي السنة لن تعاني فيها فلكيا من ضغوطات كبيرة، سواء من قبل الأعلى منك أو حتى الأوطى منك أو حتى من أشخاص غرباء، بالعكس تماما هيدي السنة فيها دعم لك. زحل بيعلمك كيف يكون التيم وورك، أنت هيدي السنة بحاجة تشتغل مع الجروبس، تحتاج تشتغل معهم. المسائل المالية بدك تنتبه لها، أي شعور بالإحباط أنه أنت ما عم تربح كفاية أو أنت ما عم تتلقى راتب كفاية، هيدا الأمور بدك تشتغل عليها لحتى أنت تكون مقتنع ذاتيا من جوا باللي عم تحصل عليه. وفيك تشتغل على راتب أفضل إذا أنت انتقلت أو دخلت مسألة تانية، يمكن تشتغل على عملين هيدي السنة، يعني two jobs، وبالتالي بيزيد راتبك أو مدخولك. من المحتمل هيدي السنة أنه أنت تمضي مع نفس الشركة في موقع أفضل وأكبر وأهم، أو في احتمال أنك تمضي عقد مع شركة جديدة فيها تكون أهم، ويمكن حتى تعطيك مجال لحتى أنت تضاعف فرص الحصول على ترقيات إضافية، وتقدر أنت تحصل على شهادات تقدير وتزيد حتى السي في اللي عندك إياها، سيرة ذاتية بتكون لامعة. التسعة أشهر الأولى مميزة إيجابية جدا، هي فرصة حلوة لحتى أنت فعلا تحقق حلم، لأنه ما في شيء معقد خلال التسعة أشهر الأولى، بالعكس اطلب وبتمنى. أما الثلاث أشهر الأخيرة فبقول لك أنه إذا كانت التسعة أشهر الأولى هي وصول إلى القمة، فبقول لك أنه الثلاث أشهر الأخيرة هي وصول إلى أعلى من القمة. هيدي كان برج الدلو لسنة 2017. المزيد والكثير من التفاصيل بكتاب كارمن والأبراج 2017. بدي أتمنى لكم سنة كتير حلوة، نرجع نلتقي على اليوتيوب طبعا بالأبراج الأسبوعية إذا تسهل، وأيضا بالأبراج الشهرية. ما تنسوا تتابعوني على تويتر وعلى صفحات الفيسبوك.